في عناوين النشرة: أليكسا حضرت بأقل من التوقعات، صقيع وثلوج أكثر من الأمطار، ولا مدارس غدا. العاصفة الثلجية تقسو على النازحين إلى لبنان. في الخاص: لمن تضرر من العواصف، المحامي بلاش. في سوريا: ما لم تأخذه المعارك تكفلت به أليكسا. استشهاد الأطفال نتيجة البرد القارس في مدينة الرستن. الخليج يغازل إيران ويهاجم نظام سوريا. حرص الائتلاف على المشاركة في جنيف الثانية. وفي النشرة: رأس الكنيسة ينتصر على رؤساء العالم. هذه العناوين وغيرها ترقبوا تفاصيلها بعد قليل.